هاي، انا جيسي الحكيم وده هري بنات، والنهارده اخر حلقه في السيزون 2. النهارده هنتكلم عن الراجل البخيل. الراجل البخيل مش لازم يكون بخيل عليكي في خروجه او فلوس بس، لا، هو الراجل البخيل ممكن يكون بخيل في الفلوس، في المشاعر، في كل حاجه. فانا عملت اسك على انستغرام النهارده وفي ناس ردت عليا، فتعالوا نقرا الكومنتس. انا الاسك كان مين اللي دفع اول ديت، انتي ولا هو؟ انا دفعت لنفسي ومشيت. دي بنت بتقول انا دفعت لنفسي ومشيت، تقريبا كده هي ما عجبتهاش الديت وما عجبتهاش الشخص فمشيت، فتمام يعني اوكي. واحده ثانيه، هو طبعا مش كفايه اني قاعده معاه ومستحملاه، ما كنتيش نزلتي احسن، يعني ده احسن لك، ما كنتيش نزلتي قعدتي عادي في بيتك ماسكه تليفونك واي فاي، احسن بكتير قوي من ان انت تنزلي غصب عنك. واحده ثانيه كان جنتل وهو اللي دفع، وكان طول الوقت بيسالني محتاجه حاجه اجيبها لك عشان كده كملت معاه. ربنا يكملها لكم على خير يا بنتي، والكلام ده ما بيتقالش. عملنا شير، هو جزء وانا جزء، ومن ساعتها ما شافش وشي. والله عندك حق، طبيعي عندك حق، ده ما كانش ديت، دي كانت جمعيه ونصصها سوا. ده من الواضح ان في الحوار بتاع الامريكان ده اللي هو ادفعي انت فلوسك وادفع انا فلوسي، ده منتشر قوي يا جماعه. خلاص يعني الحمد لله ان هي جت في اول ديت، ما جتش في اول وتاني وتالت، يعني الحمد لله. كان اول ما تشك نزل مامته تعبت، ده جامد ده. تشك، الو ماما، ايه ده تعبانه في المستشفى، معلش حاسبتي وانا رايح لماما. بجد الرجاله دي يعني تم تحاسب يا حبيبي مع 5 دقايق، يعني حاسب وروح لامك في ايه، يعني ايه اللي ممكن يكون ماما تعمل فعلا؟ ايه ده، هو اكيد ما هو لازم يبقى هو حد ولد كاتب انا. طب ما هو ده الطبيعي ان انت اللي تدفع، يعني ما هو ده الطبيعي، ما لا ما هو لازم هو اللي يدفع، معلش انت اللي مكلمني وقايل لي يلا ننزل ديت. لا معلش يعني ما بيعجبناش حاجه، ما دي كده تبقى مشكله من البنت اللي انت معاها. لو هي ما بيعجبهاش حاجه دي كده مشكله من عندها هي. احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن مشاكلنا ومشاكلكم، حلو، ما تدخلناش بقى، يعني دلوقتي انا بتكلم عن الراجل البخيل، ما تدخلناش بقى في تفاصيل تانية، ماشي اوكي. ولد كاتب، ما احنا طبعا اكيد 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 انتوا، ولو حاجه تانية غير ان انت اللي دفعت يبقى كده انت مش راجل اكيد. انا برافو عليك، عزمني هو على حاجات كتير عشوائيه. انا رايي ماشي، طب حلو، والله حلو ان هو عزمك على حاجات كتير. محمد كاتب، انا برافو يا محمد. راجل تاني كاتب، انا برافو برضو. انا وهي جرينا، ده عدى الخيال، يعني جابوا التشيك وكلوا شربوا وجريوا، الله. حلو السسبنس ده والله، يعني عايزه انزل معاكم ونجري وبتاع. هو طبعا اكيد اكيد دي بنت اللي كتبت، هو خلاني ادفع زيه يعني نص بالنص. انا مش معاكي خالص، انت لازم تجري برضه، انا منه لله. احنا هنقف بقى هنا بقى شويه من الوقت، اللي هيخليكي تدفعي اول ديت هيخليكي تدفعي تاني نزوله وتالت نزوله، انا منه لله. يا نهار اسود، احنا هنا هنقف بقى معلش ثانيه من الوقت، يعني هقول حاجه، اللي هيخليكي تدفعي اول ديت هيخليكي تدفعي تاني نزوله وتالت نزوله، ما دفعكيش تاني نزوله وتالت نزوله، بس ده بدايه القصيده. لو بدايه القصيده ان انت بتدفعي، فانت اعرفي ان بعد كده حتى لو كملتوا واتجوزتوا وعشتوا في بيت واحد كل حاجه هتبقى بالنص، فده مش حلو. يعني فلوسك ليكي تدلعي نفسك بيها، تنزلي تعملي شعرك، تعملي ضوافرك، فلوسك ليكي معروفه. ولد كاتب، انا اكيد طبعا لازم يبقى انت. انا برضو نفس الكلام. في حد من صحابي كاتب، الراجل اكيد ولا تبقى وكسه. هي فعلا تبقى وكسه، يعني هي فعلا تبقى وكسه لو البنت هي اللي دفعت، يعني اول ديت او تاني ديت او ايا كان، انا معيش فلوس ما خلاص مش هنزل. الراجل، حبيبتي طب بقول لك ايه، ناجل النزوله، حصل لي اي ظرف، مش لازم تقول لها معيش فلوس، بس ممكن تقول لها اي حاجه تانية، بس ما تنزلهاش وتدفعها هي، ده مش صح. يعني دي كانت اراء الناس. هنرجع بقى تاني للبوينت المهمه، ان الراجل مش لازم يبقى بخيل في الفلوس بس، ممكن يبقى بخيل في المشاعر، البخل
في الفلوس طبعا حاجه بشعه، ان انت طول ما انت في بيته ممكن يقولك مش معايا مثلا، عايزه انزل اجيب حاجات للبيت مش معايا، يقعد يقزمها عليكي. هو ممكن اكيد يعني مش عارفه اقول ممكن ولا اكيد هو معاه فلوس، بس ده بشع ان انت تبقي عارفه ان هو بخيل ومكمله معاه عشان انت بتحبيه. لا، اول لما تلاقي ان في بخل في العلاقه، في مشاعر او في فلوس او في معامله او في اي حاجه ما، بجد امشي، ما تستنيش لحظه، ما تقوليش اصل هو بكره هيتغير، اصل انا اقدر اغيره، ما فيش حد بيغير حد، الطبع ما بيتغيرش. واللي عنده طبع البخل ده، ده ابشع حاجه في الدنيا. افرضي انت مش شغاله، افرضي انت ما عندكيش شغلانه، ما عندكيش كارير، انت ست بيت، وهو اللي قال لك ان انت تبقي ست بيت وما فيش شغل بعد الجواز، هتعملي ايه؟ اول لما تلاقي ان هو بخيل في فلوس، بخيل في اي حاجه، امشي، ما تكمليش، هو مش هيتغير، هو مستحيل يتغير، الطبع عمره ما بيتغير. شكرا، ودي كانت اخر حلقه في سيزون 2. سيزون 3 احنا لسه بنشوف ممكن نعمله ازاي. لو عندكم افكار للحلقات اللي جايه، العشر حلقات اللي جايه، انا مستنياكم تقولوا لي او تكتبوا كومنتس ايه اللي انتم محتاجين تعرفوه او ايه اللي انتم محتاجين نتكلم فيه. ثانك يو، كان معاكم جاست الحكيم في هاري بنات.